نقيب المحامين يهدي درع النقابة لرئيس محكمة النقد على هامش زيارته لمحكمة النقد. نقيب المحامين يوافق على ربط وديعة بمئة مليون جنيه. نقيب المحامين يوافق على عرض لطباعة كرنيهات العضوية والعلاج وأندية المحامين بسعر أقل من العام الماضي. نقيب المحامين يقر مجموعة من القواعد والضوابط لضمان الحفاظ على أموال النقابة خلال اجتماعه بمدير الإدارات. تنفيذاً للبروتوكول بين نقابة المحامين ووزارة التموين، توفير منافذ للسلع الغذائية بالنقابات الفرعية وأندية المحامين. نقيب المحامين يلتقي ممثلي مراكز العيون المتعاقدة مع النقابة للنظر في الشكاوى الواردة بشأن زيادة الأسعار في بعض الخدمات غير المدرجة بعقود الاتفاق مع مقدمي الخدمة. خلال اجتماعه بهم، نقيب المحامين يصدر 6 قرارات لتفعيل دور أعضاء الشباب في النقابات الفرعية تمثلت في الآتي: تشكيل لجنة للشباب على مستوى الجمهورية، إنشاء لجنة منبثقة من لجنة الشباب لتنظيم المعارض المختلفة على مستوى الجمهورية، تحديد موعد للاجتماع الدوري بين أعضاء الشباب والنقيب العام، تفعيل أكاديمية المحاماة بالجامعات المصرية عن طريق توقيع بروتوكول تعاون مع وزير التعليم العالي، تفعيل دور معهد المحاماة في كافة النقابات الفرعية ودور أعضاء الشباب فيه، تخصيص الموارد المالية اللازمة لقيام أعضاء الشباب بدورهم في النقابات الفرعية. نقيب المحامين يوجه بسرعة تجهيز نادي المحامين بجنوب سيناء تمهيداً لافتتاحه، وينضب لجنة من الإدارة الهندسية للمعاينة. نقيب المحامين يكرم الأستاذ الحسيني طه نجم منتخب مصر للكرة الشاطئية بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة. المحامين تخطر مسددي عام 2020 بضرورة استيفاء الاشتراكات المستحقة قبل 20 سبتمبر المقبل، تجنباً لذوال قيدهم طبقاً لنص المادتين 169 و170 من قانون المحاماة. لجنة الفكر القانوني تعقد ندوة عن الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني.